مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها، يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار، ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال، في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال. أكرم محمود اليازدي، الحاج أبو محمود، عمره 66 سنة. اللي اتعلمناها من الوالد والجد كانوا يشتغلوا فيها، اتعلمناها برضو من الصناعية شوية شوية، ننزل نخرب الأنوال تبعتهم ونصلح، نخرب ونصلح، وشوية شوية مارسنا الشغلة. البسطهم كان زمان يعني غير أهلها الأيام، يعني كنت أقعد في البساط أسبوعين وثلاث أسابيع كله رسمات، بنسميه مرقوم، كله يعني رسمات، كل رسمة بتختلف عن الثانية. النول طبعا كان زمان النول فجورة نعمله من خشب، من خشب الصجر، بعدها طلع العمدان الكهرباء نجيبه ونعمل منه النول، هذا أغلبه كله خشب. فلما طلع البروفيل وإشي النجار من دار الصواف عمل النول بحديد بروفيل، فأخذنا الفكرة تبعته وظبطت يعني جددت عليه من ناحية المقاسات الحاجات، هذا صرت أصمم النول أنا بإيدي، يعني تصميمي أنا. المكان طبعا زي السجاد والمكيت، يعني البساط تبعه بيطلع رقيق شويه وملهوش براسل، هذا شغل المكان. اما شغل النول هذا لا يمكن يصمم ويطلع بساط يدوي عن طريق النول على الانوال الكهرب، لازم يضلوا نول يدوي وبساط بلدي يدوي بالايد. طبعا الاختلاف كتير يعني بينه وبين تاع المكان السجاد والمكيت، بضل بساط ايش تراثنا، وبضل بساط بساط اسمه معاه يعني وقيمته معاه. السجاد والمكيت اغلبه بتلاقي كوام رمل تحتيه، اما البساط هذا بتعالي طلع تحتيه بتلاقيش ولا رمله تحتيه، واللي هي فرقت بين البساط وبين هذيك اللي هي شقه بنعملها شقه، بنحذف الخيط وبناخذ من الخيط، بنسحب من الخيط على اساس نسحب الخيط يطلع اثقل، كل ما سحبناه لفوق الخيط بيطلع ايش البساط بالوزن اثقل وبرتص راس وبيطلع انظف من المكيت والسجاد. البساط اليدوي اللي هو تراثنا، البساط اللي البلدي افضل من السجاد وافضل من المكيت، خفيف للست اول شيء، ثاني شيء بتلاقيش رمل تحتيه، ثالث شيء امراض الربو والحاجات كلها من السجاد والمكيت، لانه قليل من الستات اللي بشمسوه، البساط خفيف بتشمس برجع ثاني. زمان كنا نجيب صوف الغنم، نجيب من الغنم الصوف، عندنا كرداشة زي نتافة يعني نتف الصوف تبعه زي شعر البنات يصير ناعم ومنيح، ناخده على الغزالات، كانت في غزالات عندها بدويات وغزالات تغزل الصوف وتجيب لنا اياه، بعد ذلك نقوم نعمله شلايل ونروح نصبغه، وبعد الصباغة نوديه على البحر نثبت الالوان تبعته، وبعديها نشتغله بساط. هالايام هذا كله قليته أغلبه أكريلان وسريتش ونايلون،
وأغلب الشغل هنا في المتحف بنشغل صوف غنم صوف طبيعي 100%، والألوان على حسب الزبون إيش بيرغب الألوان إحنا بنشتغل له، يا سادة ملون رسمات بدون رسمات نقشات أي حاجة بيشتغلوا. والأجانب بتحب الصوف أكثر من الأكريلان والسريتش النايلون. البساط إحنا اللي بنشتغله حالياً أغلب الشغل تبعنا البسط للأراضي 48 وللإخوة في الضفة الغربية بحب الحاجات هذه، وإن من هنا من جديد صارت لما ناخذ اللقاءات معنا ويعرفوا إنه إيش لبساطه ولبساط أنظف وغيره وأسعار مناسبة، هم بفكروا شغل يدوي سعر غالي، فلا بنخفض إحنا الأسعار برضو على هوا يكون متناول للجميع. الشغل أبو الخمسين شيكل ممكن الصوف الخامة تبعته بتختلف، في أكريلان وستريتش ولانون مدرب، وفي صوف صوف بسواله 200 شيكل 300 شيكل لبساط لنضيف، في عدد اللي بيزيد عن ذلك اللي أكثر من هيك اللي هو بيبقى بساط في رسمات في نقشات بياخد وقت في الشغل، يعني بساط ممكن قلت لك بيشتغله في يوم سعره بيبقى رخيص، لكن في بساط بشتغله في 3 أيام في أسبوع في أكثر حسب الرسمات والنقشات اللي في قلب البساط. الجوامع كنا نفرشها منه، الفنادق أنا بتذكر وأنا صغير الفنادق في القدس كانوا يجوا تعون القدس طول البساط 20 متر وثلاثين متر نشتغلهم إياه، نروح في الجامع نخيط لهم إياه على أساس بيبقى عرضه 2 متر. والله أنا بفضل مش عشان شغلي يعني من عندي أو من عند غيرنا إنهم يعتنوا بالبساط، أول شيء تراثنا وتاني شيء أفيد للأطفال وللهم صحيا إنه البساط أفضل وأحسن من السجاد ومن المكيف، بالإضافة لأنه تراثنا برضه بضل تراثنا، هذا تراث فلسطيني. مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال.